على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تناول أسهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدولية أفالون فارما في السوق الرئيسية في بورصة السعودية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. وأوضحت تداول السعودية في بيان لها اليوم أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون بمتوسط 30%. كما طرحت شركة أفالون فارما 6 ملايين سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي بسعر 82 ريالا للسهم الواحد. أما على مستوى مستجدات مشروع رأس الحكمة، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية اتفاقها مع القابضة الإماراتية ADQ ومدن العقارية للتعاون في مجال التطوير العام لمشروع مدينة رأس الحكمة. وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأحد إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها. مشاهدينا، دعونا نستعرض في التقرير التالي أبرز آراء بعض محللي سوق المال والأعمال حول مشروع رأس الحكمة، ثم نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو التي ستكون معنا الأستاذة رانيا يعقوب رئيس شركة 3Y لتداول الأوراق المالية للحديث عن هذا المشروع الضخم، وهو أضخم مشروع في تاريخ مصر والذي جرى الإعلان عنه منذ أيام. ابقوا معنا. كمية السيولة اللي هتضخ خلال الشهرين القادمين في السوق أعتقد إنها أدت يعني ثقة كبيرة جدا وإعادة التوازن للوضع اللي كان وصل لمرحلة تأزم خلال الفترة السابقة. هذا المشروع الحقيقة إن هو بيقدم يعني صفقات مليارية في للاقتصاد المصري، بنتحدث عن 35 مليار دولار سيتم ضخهم خلال شهرين، وبنتكلم على صفقة بالكامل نتحدث عن حوالي 150 مليار دولار، هتشجع جدا القطاع السياحة، متوقع جدا إنها تدخل حوالي 8 مليون سائح، متوقع جدا كمان إنها تشغل العديد من الوظائف وهتعمل ارتفاعات في معدلات النمو جيدة جدا، لأن إحنا بنتكلم على صفقة بالفعل بحجم كبير. اعتقد ده طبعا المفروض يشغل قطاعات كتيره، يعني منها قطاع طبعا بالظبط الكونستراكشن، اي حاجه بناء وتشييد، ممكن القطاعات المساعده لذلك زي حاجات الكهرباء او الحديد والالومنيوم، ده كله المفروض هيشتغل، زائد ان هي هتشغل عماله جيده، فاعتقد القطاع ده كله المفروض نشوف فيه طفره كويسه. لاحظنا منذ بدايه الاحاديث عن تنفيذ صفقه راس الحكمه وكان هناك يعني حركه ورواج داخل، يمكن الكلام ده من اسبوعين، داخل البورصه المصريه بالنسبه للقطاع العقاري، شهد نشاط ملحوظ، احجام التداول كانت زايده جدا داخل القطاع العقاري، هناك ارتفاعات لكثير من الاسهم كانت بشكل ايجابي جدا، تحديدا الاسهم القياديه بالنسبه للبورصه المصريه. مشروع كبير، مشروع مشاركه مع دوله الامارات، دوله الامارات من الدول التي تقف مع شقيقتها مصر في كافه الاستثمارات الكثيره جدا، لانها تعلم مصادر المنافذ المشروعات الكبيرة الموجودة في مصر، وبالتالي مصر بالنسبة لسوق الإمارات سوق كبير جدا، سوق متفتح تماما، سوق يستطيع من خلاله أن يجذب استثمارات عربية، وبالتالي الإماراتيين يعلمون تماما الفرص الاستثمارية لدى الدولة المصرية. يعني خلينا نقول ان صفقه كبيره وضخمه زي تاثير صفقه راس الحكمه هيكون تاثيرها يعني الحقيقه مزدوج، سواء على الاقتصاد الكلي للدوله او على القطاع العقاري داخل الدوله، والحقيقه يعني سواء التاثير الكلي او التاثير على قطاع كبير زي القطاع العقاري اكيد هيكون اثره ايجابي جدا على الاقتصاد الكلي وعلى كمان السوق المصري ككل، الى جانب البورصه المصريه وقطاع كبير وعريض بداخلها زي القطاع العقاري. اذا اتفقنا على ذلك انه هي شراكه بين دوله الامارات ودوله مصر في استثمار كبير جدا. السوق المصري سواء الاقتصادي او سوق الاوراق الماليه سوف يستفاد استفاده كبيره جدا، خاصه ان ما هي الفوائد الناتجه من راس الحكمه؟ اول حاجه ان احنا هنقلل
الفجوه الدولاريه الخاصه بمصر. هيحصل توازن منطقي جدا في السوق السوداء والسوق الرسمي، وهنصل كالعاده بقى والطبيعي جدا ان احنا ما عندناش حاجه اسمها سوق سوداء، احنا عندنا سعر رسمي، وده اللي هيبدا يشجع كمان كتير من الاستثمارات، وبالتالي هنشوف كمان ارتفاعات في البورصه المصريه بسبب هذا الامر، انه في الاخر هيصب بثقه في الاستثمار بالكامل. بالتاكيد تدفقات نقديه للنقد الاجنبي هيكون كبير بواقع 35 مليار في خلال شهرين، اكيد هيكون ليه اثره الكبير وتاثيره على السوق سواء السوق الرسمي او السوق الموازي. مع تحديد سيطره الدوله المصريه على سعر الدولار في الاقتصاديات المصريه داخل القطر المصري هيستعيد كافه الاشياء، هتنخفض اسعار السلع المبالغ فيها بزياده كبيره جدا. لاحظنا الفتره السابقه ان اسعار السلع بترتفع ارتفاعات قويه نتيجه لارتفاع سعر الدولار، حتى بقت اصبحت السلع كلها تقارن بسعر الدولار. اذا مع سيطره الدوله هتنخفض اسعار السلع تماما، هيقل التضخم، هيزيد معدلات التوظيف لدى الدوله المصريه، هيزيد الاحتياط النقدي الاجنبي لدى الدوله المصريه، وبالتالي مجريات الامور الاقتصاديه هتبدا السيطره عليها داخل الدوله المصريه، وبالتالي هتعيد التوازن.